مرحبا شباب، اليوم بنحل assignment 2. خلينا نبتدي بالقراءة assignment. It is required to develop an application in Java to represent a set as a data structure using built-in class ArrayList. مثل ما قلنا بيكون بيستخدم ArrayList اللي موجود already في Java. بعدين قال لي write a class called set to present a set as a ArrayList. Implement various set operation using method of class ArrayList. تمام، الميثودات كلهم بنستخدمهم من ArrayList. Assume that the element of the set are integer. Okay. The class will have the following instance variable. ArrayList object called list of type integer. Will length the actual number of the element of the list. هاي already سوينا. اوكي سمينا الكلاس set وخلينا variable بيكون نوعيتها ArrayList وشنو بس ياخذ integer واسمه list. تمام، ونفس الشغلة حق length. زين length هو صاير نفس size انه شنو بيحسب كم element عندي في list. اوكي فهالنقطة اعتقد مفهومة. فخلنا نبتدي في الميثودات. عندنا اول شيء قال لي constructor without any parameter, default constructor, which use a default value of 10 as a capacitor. Create ArrayList object list and initialize size to 0. تمام؟ فهاي أول constructor. كتابه copy ونخليها comment عندنا عشان ما نرجع حق السؤال، ونخليها في السؤال أو في البرنامج. شلون بيسوي constructor؟ معروف، بنقول له public واسم الكلاس اللي هو set. قال لي default constructor يعني القوس مالي بيكون فاضي، يعني ما بيكون عندي شيء لانه default constructor. بعدين شنو بيكون عندي اثنين variable، بيكون عندي ال variable ماليني ف list و length. تمام، ال list already انا عرفتها فوق، اوكي عطيت النوعيه قلت نوعيتها ArrayList، فما احتاج اعرفها مره ثانيه هنا تحت لانه بيكون فيريبل ثاني. فالافضل شنو بس اكتب ليست واكمل التعريف مالي، اقول له نيو ArrayList وبس. تمام، اقدر اخلي هنا الجينيراتيك اقدر اشيلها كل واحد. تمام، فما بيفرق. نسبة حق اللينث قال لي شنو initialize to 0 بيساوي 0. فشنو؟ فبنخلي هني 10 علشان شنو؟ الديفولت مالنا بيكون 10 وانتهى، نفس اللي قال 10 as a capacity فبنخلي 10. اوكي؟ بعدين عندنا شنو؟ عندنا تكملة السؤال. زين constructor with parameter خلينا نخليه هني ونقراه. مثل ما نشوف قال لي constructor with parameter cap يبغي احط اسم البارامتر cap for capacity of the list. Create ArrayList object list of capacity equal parameter cap and initialize the length to 0. تمام، نقول public set نفس اسم الكلاس في شو اسمه في القوس شنو بنخلي له؟ بنخلي له الايرور. ليش صار؟ لانه متكرر، فقال لي انه هاي متكرر فاعطاني ايرور. حتى اذا نشوف اتس اوريدي ديفايند. اوكي، فهني شنو بس بنحط بارامتر انتجر كاب بيروح الايرور. زين بعدين شنو بنسوي؟ نفس الشيء اللي سويته في الكونستراكتور الاولي سوي كوبي بيست في الكونستراكتور الثاني، بس مجرد شنو بغير من مكان هني اخلي 10 بخلي كاب. اوكي وبس، هاي هو حق البارامتر هني، ودائما بيكون داخل القيمه اللي بيستلمها هني انتجر، فمن كذي انا خليته هني انتجر. زين بعدين نروح حق اللي عقب. شنو قال لي؟ قال لي انستد ميثود جيت لينث، هاي سهله. انستد ميثود از امتي، اد اليمنت واسم بار. خلاص اسويهم كلهم كوبي في مره واحده علشان هالأربعة نسويهم في مرة واحدة. نبتدي بهني
أول شيء قال لي instead method get length that return length. هاي طبعا بيكون get من اسمه أصلا باين، أقدر سواء أكتبه أو أسوي له generate. خلنا نكتبه بس مجرد تذكير public. شنو بيكون نوعية ال get؟ بيكون integer، لأن ليش ال length هو integer مثل ما نشوف هنا وانتجر. زين فنقول له get length، نفتح قوس بريسي، بعدين نقول له return length. خلصنا من هالميثود. بعدين شنو عندنا؟ is empty. هاي بيشيك هل هو فاضي او لا. وتشوف الاسئلة اللي مثلا قال لي is empty or not، يعني عندي جوابين يا اي او لا او يس اور نو. تمام، فشنو بيكون؟ بيكون بوليان الاسئلة اللي من هالنوع. تمام، بعدين اقول is empty قوس، ما احتاج استلم شيء في القوس. وهنا شنو بيكون؟ على اي اساس انا بحدد انه امتي؟ اذا اللينث بقى صفر يعني شنو؟ الاري مالي امتي. تمام، فهنا شنو بقول له؟ بقول له لينث ايكوال ايكوال زيرو، بمعنى انه تشيك لي هل اللينث تساوي صفر؟ في حاله انه تساوي صفر بيعطيني ترو انه شنو؟ الليست فاضيه، ولكن اذا فيها element بيكون شنو؟ فولس. وهي الاشياء بنشوفها الحين. زين بقى علينا شنو؟ نسوي instead method add element that accept a parameter element of type of integer. تمام، it will insert the element in the list at the end. هاي مهم انه بس بحط في اخر الليست. and also increment length by one. تمام، شلون بنسويها هالميثود؟ اول شيء نوعيتها بتكون void لانه ما قال لي بيرجع شيء. تمام، فبنقول public void اسمها add element، نفتح قوس بريسي، ومثل ما قال integer element اللي هي هني في البارامتر. اوكي، نفتح البريسي، بيبقى علينا البادي. زين احنا قاعد نستخدم list اللي هو شنو نوعيته already array list. فمن الذكاء او الاحسن طريقة ان ما اسوي الميثود كامل، استدعي فقط الميثود اللي موجود في الليست، و add already موجود في الليست. فشنو بقول له؟ بقول له add اوكي list dot add، بعدين اخلي داخله element. تمام، سيمي كولوم، بعدين اقول له length plus plus وانتهى. هني صار الكود مالي، لان ليش انا استدعيت الاد مالي. كنت اقدر انا اسوي اللوب واخليه في الليست، ولكن شنو دائما الواحد لازم يدور على الاختصار وعلى الطريقه الاسرع. ما دام مسموح لي ان اسوي بهالطريقه فخل اسويها بهالطريقه وانتهى. اوكي، الحين بقى علينا شنو is member، نفس الشيء public بيكون. خلينا نقرا السؤال، قال لي instead method is member that accept a parameter element of type integer. نفس الشيء، if element exists in the list it will return true else it will return false. يعني شنو؟ يعني نوعيتها boolean، نقولها boolean. بعدين ناخذ اسم الميثود، بعدين قوس، وشو نقول له؟ نقول له integer element، ونفتح البريسي. لو تلاحظون وياي الميثودات علشان يكون الكود مالي سهل وبسيط لازم يكون عندي فكرة تامة عن الميثودات اللي موجودة في الليست وشنو ترجع. مثلا انا عندي list، اذا اكتب list.contain تمام،
هي ترجع لي شنو؟ ترجع لي القيمة إذا موجودة أو لا. فعلشان أراويكم الفكرة زين، خلا بس مؤقتا خلي return false بس عشان يشيل الايرور منه، ونشوف إذا خليت system.out حق list contain وخليت فيها أي قيمة أو خلينا فيها element نفسه شنو بيعطينا. تمام، خلى علشان نفهم ان هاي system.out نخلي لها string بنقول list. خلينا نكتب الكود كامل اللي هني بس عشان نعرف شنو بيرجع لنا كoutput. تمام، فالحين صار وقت التستنج لان صار عندنا كذا method ونقدر نسوي تست، خاصة الاد واد ضرورية لان اذا ما قدرت اسوي اد ما بقدر اسوي تست. فنروح حق الجزء الثاني من السؤال اللي هو قال التستنج. لو نلاحظ هنا تحت شنو قال لي؟ قال لي write a class called set application having only main method create object of type set using different constructor and call method of class set to test all functionalities of class set. تمام، هاي الكلاس بيكون حق التستنج، فانا ما اقدر انتظر اسوي الكلاس كامل بعدين اسوي تيست. هاي الطريقه مو صح، الصح ان شنو اي ميثود اسويه فلازم اسوي له تيست، ولكن شنو في ميثودات لازم اسويها في الاول عقب اقدر اسوي تيست. مثلا الاد، اذا ما سويت الاد شلون بقدر اسوي تيست؟ ما يصير لا، فمن كذي لازم اسوي الاد اول بعدين اقدر اسوي تيست. اذا فالحين بنروح بنسوي تيست، بنسوي لنا اوبجكت عن نفس الكلاس set خلا بسميه بس اوبجكت 1 بس عشان يكون عندنا فكره، equal new set اس كابيتال، والواحد استخدمناه فيها ديفولت كونستراكتور. بعدين بنقول له اوبجكت 1 دوت اد اليمنت. تمام، بنحط فيها قيم، خلينا نقول 10 حاليا، ونسوي كوبي بيست. اوكي، احنا اي شو اسمه اي ميثود نبي نسوي له تيست حاليا نبغي از ممبر، نشوف شنو بيعطينا ونطالع الميثود نوعيته شنو بوليان. فبنحتاج system.out، فبنقول له system.out object 1 is member، ونشيك هل العشرة موجودة ونشوف. مثل ما شفتوا عطاني شنو true ان في الليست في system.out اللي كتبناه هني زين عطاني شو اسمه true لان شنو العشرة موجودة. فاختصارا من مكان اكتب لي if condition واحط return true false اقدر اختصر كل هاي، وشنو احط؟ واحط اشيل هاي system.out والقوس واخلي هو اللي رجع لي القيمة لان list.contain هو يعطيني return true or false. الحين خلنا نشغل البرنامج مرة ثانية ونشوف شنو بيعطيني. شوفوا عطاني true لو نلاحظ هني. خلينا نكتب بس string عشان نفهم شنو اللي صار. بنسأله على صيغة السؤال is 10 member of object 1. خلينا نقول الحين بيعطيني الجواب، عطاني true. خلينا نسوي نفس الشيء ولكن نغير القيمة هالمرة، مثلا هني نقول 50 اللي هي مو موجودة في الليست، وهني في البراميتر نعطي قيمة 50 ونشغل البرنامج. أعطاني فولس لأنه ما عندي 50. أوكي، والأحسن دائما على صيغة السؤال. أوكي، فإحنا سوينا التست حق الإز ممبر ومثل ما شفنا الآد شغال ما في مشكلة. باقي نسوي التست حق جيت لينث و is empty.
خلينا نسأله هنا system.out نقول له object dot is empty بالغلط احنا خلينا هني private مفترض يكون public اوكي لما كذي ما طلع لي زين فهني is empty اوكي قبل ما هاي نحط لنا string بس عشان يكون واضح شنو اللي قاعد نسويه يقول له object خلينا نكتب نفس اللي موجود هني على صيغة السؤال ويساوي ونرد نسوي له كوبي هني نحطه اقبل الاد زين نشغل البرنامج شنو اول مرة is empty true بعدين عقب ما سوينا add قال لي false تمام فليش على اساس اللينث هو حدد خلنا بعد نحط طول اللينث خلنا نحطها هني اشوفها مناسب عشان يبان ليش صار false بنقول له object one.getLength وهني بنقول له object one length اوكي فطلع لي اللينث اللي هو 3 لان عندي 3 اليمنتات وصار فولس لانه مو امتي حاليا اوكي فخلنا نكمل سوينا تيست حق الاوبجكت وحل الميثودات لحد هني فنحتاج الحين نكمل بنروح حق 7 شنو قال لي انستت ميثود سب ست يعني مجموعة فرعية that accept a parameter as asset اسمه asset of type set من نوع نفس الكلاس يعني object من نفس الكلاس مالنا if asset is subset of the object it will return true else it will return false يعني الميثود نوعيته boolean وعطانا شنو مثال مثل ما تشوفون let a and b two set زين a يساوي هالارقام زين و b تساوي هالارقام فقال لي as all element of b are contained in a زين شوفوا هني 12 موجوده اوريدي هني و15 بعد موجوده هني therefore b is subset of a تمام فعلشان خلينا نوضح الفكره ازيد اوكي خلينا نعتبر ان هاي الداتا اللي عندنا نفسها وشلون احنا بنقارن مفترض المقارنه شنو تصير ان نقارن الصفر ويا الليستة كامله خلينا نعتبر ان هاي A وهاي B اوكي فانا احتاج اقارن بين اول وحده وطول الليست هاي كامل يعني هالطريقه نقارن الى ما احصل يعني قارن الى ما احصل بعدين خلاص تمام ففي حال حصلت في هالمقارنه حصلت الرقم اللي موجود هنا فصار شنو صار ان حصلت رقم واحد ففي حال حصلت رقم فاوكي لازم شنو يروح حق الرقم اللي عقبه الرقم اللي عقبه خلينا نقول هاي نفس الطريقه يبتدي من الاول يقارن زين في حال حصل الرقمين فشنو يصير الميثود يرجع ترو تمام فشلون بنقارن اكيد بنحتاج لوب زين لان ليش عندنا وايد ارقام فلازم نقارنها وبنحتاج اف علشان يقارن لنا اوكي فخلنا نبتدي نسويها في الكومبايلر ونشوف
اوكي الحين بنكتب الميثود، ودائما الكومنت بيكون عندي موجود علشان ما احتاج ارجع حق السؤال، يكون كل شيء قدام عيني وقت اللي اشتغل. فنقول له شنو public، شنو يرجع لي true fault مثل ما نشوف، فبيكون شنو boolean. زين بعدين اسم الميثود subset، بعدين قوس وبريسي. في القوس شنو بنستلم؟ بنستلم asset، اوكي اسمه asset، نوعيته شنو set، هاي بيكون object. تمام بيكون object نسبة حق نفس الكلاس. زين علشان نشيل الايرور اللي هني، شوف هني missing return statement، فبس بنخلي مؤقتا return false بس عشان نشيل الايرور، ونكمل الكود بعدين نشوف شنو لازم نرجع. زين بداية شنو قلنا؟ قلنا نحتاج نسوي لنا loop، اوكي فنقول له for integer i less than. شوفوا هني احتاج شنو احط؟ احط length علشان شنو ما اخليه اكبر من اللينث، ولا تنسون تحطون قيمة حق ال i لا بيطلع لكم ايرور. زين i plus plus. الحين سوينا الميثود مالنا، فالحين مثل ما قلنا نحتاج شنو؟ نحتاج نحط الاف، خلينا الاف. نبغي شنو؟ نقارن الاليمنت اللي موجودين في الليست. تمام نقارن الاليمنت اللي موجودين هني في هالليست اللي اكبر. زين من الذكاء ان شو نسوي؟ نخلي هالقيم ونشيكها، يعني نقلب الليست، يعني من مكان نخليه length. زين نخليه هني a set length عشان شنو؟ بس يشيك مرتين. تمام وهنا شنو نقول له؟ نقدر نستخدم list.contain نفس اللي استخدمناه هني، ولكن مدام عندي method بارز فبستخدم method مالي، فاقول له is member. تمام وشنو لازم اسوي؟ لازم الحين احط القيم مالت الليست asset list. تمام في المنبر عشان يقول لي هل موجود او غير موجود. تمام فشنو اقول له؟ اقول له asset dot list dot get، لان ليش بنرجع الجيت؟ عشان نرجع القيم. اوكي ونخلي شنو الاي داخلها عشان يرجع لي القيم كل مره. اوكي هاي بخلي لكم في سيستم دوت اوت عشان تشوفون شنو قاعد يرجع بالضبط. زين ليش ايرور لحد الحين؟ لان اعتبر ريتيرن فولس تبع الفور فصار ايرور، عشان ما نعور راسنا شنو بنحط له سندوت اوت، والاف اذا فاضيه ما فيها شيء بيعطيني بعد ايرور ستيتمنت اكسبتد، يعني متوقع انه يكون بعد في تكمله، لانه ما يصير بس اف وما يسوي شيء. تمام فهني شنو بنكتب؟ اذكى شيء نقدر نسويه نستغله انه يكون عندنا كاونتر. نروح هني نقول له انتجر كاونت يساوي صفر، ونخلي هني كاونت بلس بلس. في كل مره يحصل element هني شي يصير يعد لي يحسب لي. تمام واخر شيء وقت اللي بيعد لي الكاونت مفترض يساوي لي الليست. ولكن قبل كل شيء علشان تعرفون ان شلون هالالجوريثم يشتغل، خلي كل شيء نحطه في سيستم دوت اوت عشان تشوفون شنو اللي قاعد يصير بالضبط. اوكي فبنبتدي في البدايه بنطبع اول شيء اللينث مالت الاسيت واللينث مالت الليست العاديه، فبنقول سيستم دوت اوت لينث
عشان نوضحها أزيد فبيقول length of a اوكي اللي هي شنو بتكون؟ بتكون بس مجرد length أو get length اوكي كل واحد. وبعدين شنو بيكون عندنا؟ بيكون عندنا length الثاني مال b عشان تعرفون ليش احنا في اللوب خلينا asset length اوكي. فهني نقول له asset get length بي لان احنا نفس الكلاس قاعد نسوي المثالات في نفس الكلاس فعادي نقدر نستخدم الفيريبلز اللي هني. ولكن اذا كنا في كلاس خارجي فلازم كنا نستخدم شنو get length تمام الميثود ما كنا نقدر نستخدم الفيريبل. زين فاول شيء عرفنا اول شيء خلينا الطول عشان نقارن وليش اللوب خلينا في asset. ثاني شغله نبي شنو الاف مالنا نشوف شنو بيعطينا هالكود تمام. انا اول شيء بقسم هاي نشوف الجيت اول شيء اوكي نخلي الجيت وعشان ما نضيع بنحط string يساوي تمام. بعدين system.out شنو بنحط الميثود هاي كامل شنو بيعطينا اوكي علشان ما يروح ذاك الصوب انتر نزله تحت شوي. بعدين شنو في كل مره نبغي نشوف الكاونت شنو قاعد يصير فيه فشنو فبنخلي برا اللوب هني system.out نقول له count كل مرة اطبع لي الكاونت اوكي انه شنو قاعد يصير فيه. اخر شيء الكونديشن اللي احنا نبغي شنو انه يقارن اللينث مالت شو اسمه الليست الثانية list b ويا الكاونت فشنو بنقول له equal count هاي مجرد يسوي لي check شيك لي هل يساوي او غير يساوي يعني يا ترو يا فول. مفترض هاي الشرط وين يكون موجود؟ يكون موجود عندي هني اوكي. وعلشان نعرف شنو اللي قاعد يصير فهني بنحط لنا string وبنشوف شنو اللي قاعد يصير لنا. عندنا error خلينا نشوف ليش error a لان شنو الكونديشن اللي خليناه ما بيعرفه بهالطريقه فلازم نخلي له قوس. يعني شنو اذا خلينا قوس يعني طلع لي الناتج واطبع لي زين لان هاي السيستم دوت اوت مو بوليان فهو يبغى الناتج فقط زين. فسوينا كل هالاوتبوت في الميثود عشان نشوف شنو اللي بيصير لي زين. لازم يكون شنو المين مالي يكون بارز زين حط اوريدي اوبجكتين اثنين وسميناهم نفس الشيء A و B وخلينا الداتا وهني نفس الشيء B واستخدمنا كونستركتر ثاني هني خلينا 2 وهني خلينا ديفولت بس عشان التنويع ونشوف ان كل الميثودات مالينا يشتغلون ويا الكونستركتر. بقى علينا الحين شنو system.out ليش system.out لان نوعية الميثود هاي بوليان وشنو نقول له نقول له A لان احنا نبغي نسوي كول من ال A dot subset ونخلي ال B داخله اوكي. والحين نشغل خلينا نكبر الهاي لان بيكون وايد عندنا. نبتدي من اول شيء اللي هو تحت هاي اللينث مال A 5 اللينث مال B 2 زين. اذا كل مرة اعطانا الديتا شوفوا يوم احط كذي ست A اللي هو 12 يتشيك هل هي موجودة في الليس ولا لا. فشنو هي موجودة اوريدي لان ليش اذا نروح هني اوريدي موجودة هي تمام. بعدين خلص شنو صار في الكاونت زاد واحد سوري نسيت احط الكاونت تمام. فسوينا تعديلات خليت count
وهني خليت الميثود اخر شيء شنو بيطلع لي. اوكي فمثل ما نشوف البدايه length of a يساوي 5 بعدين length of b يساوي 2 وهني اعطاني اول قيمه دورها 12. شوفوا هني اختصار لو انا حطيتهم بالعكس كان بيكون اللوب اطول ولكن لان شنو بدينا يعني خلينا حجم اللوب يبتدي بالثاني ليست اللي هو البي زين صار اختصار كنا فهني 12 وراح تشيك لي هل 12 موجوده اعطاني ترو زدنا الكاونت واحد بعدين راح تشيك لي القيمه الثانيه اللي هو 15 لان ليش اذا نروح حق الميثود ونشوف هني 12 و15 اول واحده 12 الثانيه 15 اوكي ف تشيك لي 15 بعد موجوده فالكاونت صارت 2 اذا نشوف السايز اللينث اوريدي 2 والكاونت 2 يعني انه حصل فاذا حطينا هاي الشرط زين بيعطينا شنو ترو ومثل ما شفنا رجع لي ترو تمام فعلشان اعرف شنو قاعد اسوي او شنو الخطوات دائما اخلي سيستم دوت اوت عشان يكون واضح فحاليا ما دام خلصنا تيست من هالميثود بنشيل السيستم دوت اوت اللي ما نحتاجهم اوكي فبيصير الكود بهالطريقة. اوكي فهاي هو حق السبست. خلينا نروح للسؤال اللي عقبه. nested method is equal that accept a parameter a set of type set the method will return true if a set is equal to this object. This object قصدهم الليستة اللي بنسوي منها الكول تمام يعني مثلا اذا نشوف في المين هاي اللي سوينا منها الكول هاي يعتبر فيها this object زين بعدين else it will return false two subset are equal if they contain the same element in any order تمام يقول لك يساوون بعض في حال ان عندهم نفس الاليمنت في اني في اي ترتيب اوكي وهنا اعطاني مثال a و b set a and b contain the same element but in different order therefore they are equal اوكي فعلشان نفهم الفكره او نقدر نتخيلها فبنرسمها في البنت مثل ما شفتوا ناخذ السؤال ونخليه نسوي الجدول ونقارن يقول اوكي هل القيم ذلين كلهم موجودين؟ ايه موجودين مثل ما نشوف هاي الاربعة اللي اربعة سبعة سبعة عشرين او اثناعش اثناعش خمسطعش خمسطعش عشرين عشرين اوكي ولكن شلون بيشتغل في البرنامج؟ شنو بيصير؟ بيروح بيدور اوكي اول واحدة حصل على القيمة لا بروح حق الثاني واحدة وثالث واحدة وكذي اوكي ونفس الشيء السبعة بيبتدي من البداية وكذي فاحنا بنسوي نفس الفكرة اللي كان عندنا مساعة loop واف وكاونت اوكي علشان نقدر نطلع القيمة لان ليش لان في اي ترتيب اوكي فخلنا نبتدي نسويها في الكمبايلر فخلنا نكتبها بالكمبايلر نقول له public boolean طبعا لانه يرجع true or false اكو هني مثل ما نشوف false و true هني بعدين is equal قوس بريسي في القوس شنو بيستلم accept as a parameter a set of type set اوكي فالكلاس بيكون set بعدين a set بعدين نفتح القوس ونفس ما فكرنا فيها كالجوريثم بنحط for loop
i less than ما بيفرق السايز لأن شنو مفترض يكونوا نفس السايز اثنيناتهم فنقول له length i plus plus زين خلينا بريسي حق الفور عندنا ايرور هني لان ما خلينا ريتيرن خلينا بس نحط ريتيرن فولس علشان يروح الايرور زين هني شنو بنحتاج اف اسهل طريقة حق الاف نستخدم نفس اللي استخدمناه فوق انه شنو نستخدم is member اوكي نقول is member اللي هو شنو هاي اذا ما حطيت قدامه asset فقاعد كاني استدعي شنو a اوكي فهني بقول له asset بعدين بخلي داخله فهني بقول له is member بعدين بقول له asset ويصير العكس عادي زين list dot get اي اوكي في الحالة شنو مثل ما قلنا مساعة يصير count count equal zero count plus plus اوكي واخر شيء نفس الالغوريثم اللي سويناه مساعة ولكن هني السايز فقط اللي اختلف وبنضيف شيء زيادة عشان ما يصير لنا bug نقول له نخلي اي لينث فيهم خلينا نحط اللينث العادي equal equal count اوكي ونشوف شنو بيطلع لنا ولكن شنو ممكن اللستتين ما يكونوا نفس السايز فالافضل نحط لنا if condition اوكي نقول له list نقول له length not equal asset dot length اوكي شنو يصير في الحاله سيدا return false علشان شنو ما شو اسمه ما يروح يشيك وكل هاي سيدا يعطينا false اذا مو مساوين في الطول يعني اكيد مو متساوين صح فخلينا نروح الحين نشيك البرنامج اذا شغال او لا انا مبدئيا برست الداتا لان كله استخدم a فانا خليت a تمام عشان يكون ما يصير لي ايرور ويا اللي فوق اوكي خليت a بعدين نقول system.out a dot شنو اسم الميثود ماله is equal ونحط الاوبجكت الثاني bb ونشيك الحين نشغل البرنامج وعلشان يطلع لنا شيء واضح شنو بنقول له بنحط نفس الاوبجكت هاي هني كسترينج بس عشان نعرف شنو عطانا ونفس الشيء حق اللي فوق اوكي ونشغل البرنامج زين مثل ما شفنا a is equal bb true لان ليش نفس الاليمنت لو مثلا نغير فيها نحط مثلا شيء زياده هني نقول 70 مثلا او 150 بيعطيني شنو فولس لانه مو نفس بعض اوكي وهاي نسبة حق هالميثود خلينا نروح حق اللي اكبر خلينا نكمل السؤال nested method united have a parameter asset of type set the method finds the united of asset
with the object and retain the result as the object. يعني بيكون عندنا اثنين ست، هاي ال A وهاي ال B، والنتيجة المتوقعة بتكون هاي، انه شنو كل الداتا موجودة بالاضافة لأشياء زيادة اللي في الليست الثانية. يعني مثلا العشرة خليناها، اربعة خليناها، عشرين، خمسطعش، اثنعش، ثمنطعش، كلها خليناها في الليست. رحنا حق الليست الثانية، ثمانية مو موجودة هناك فخليناها، عشرة موجودة ما يحتاج، خمسة وعشرين مو موجودة فخليناها، خمسطعش اوريدي موجودة، وعشرين اوريدي بعد موجودة فما خليناهم. اوكي، فهاي نسبة حق هالميثود، وإذا بناخذهم بالرسم الشيء المتوقع ان كل هاللستة تنزل تحت بالإضافة للأشياء الزيادة. فخلينا نشوف شلون نقدر نسوي هاللست. هني بكتب public، نوعيته بيكون object حق set، فبكتب set واكتب اسم الميثود اللي هو شنو united. نشوف هني وما قال لي بالضبط شنو الاسم. اوكي، هني يونايتد واسم الميثود يونايتد هني. قوس بيستلم في القوس شنو؟ ست اسد. اوكي، بعدين شنو نبتدي؟ نبتدي اول شيء نحط ال A اللي هي بنسوي لها كول من اصل ال نسوي لها كول في المين. هاي اول لسته بنخليها زين. فبنستخدم شنو؟ فور. احسن طريقة واسهل طريقة شنو؟ نقول له i، بعدين نقول له انتجر i، لان اللي في اللست انواعهم كلها انتجر، فبنخلي انتجر i نقطتين كولون و list اللي قاعد نستخدمها already، ال variable list اللي هي هاي. اوكي، وبعدين شنو؟ نروح تحت نقول له لا ننسى نسوي لنا object جديد او list جديدة، لان في النهاية نبي نرجعها كريتير. فنقول له set United equal new set وخليها في القوس. اوكي، بعدين United dot add element، وشلون نخلي داخلها ال i. اوكي، خلا بس بحط بريسي هني علشان نشوف شنو مكتوب داخل الاي، حق اللي بيعرف شنو بيكون داخل الاي، لان هني ما كتبنا بالطريقة العادية، هني خليناها بالكولوم. يعني اول element بيتمثل كاي. خلينا نشوف شلون بيكون شكلها. بنخلي system.out ونخلي الاي داخلها. اوكي، وهني بعد بنحط string بس عشان نعرف شلون صارت الطريقة. اوكي، وهاي نسبة حق الاي. خلصنا من هاي الميثود، صفينا كل هالديتا. فشنو الحين الخطوة الثانية؟ ان نحط الديتا مال بي، ولكن شنو نشيكهم هل في اشياء متشابهة ويا ايه الشيء اللي متشابه شنو نوع اللي نمسحه او ما نخليه يدش الليستة. اوكي، وشلون نقدر نسويها بهالطريقة. نقول له for integer i وال zero i less than، وكله على اساس من الحين؟ على اساس asset dot length. اوكي، i plus plus السيميكولوم. وهني بعد نفس الشيء، نفس الكود اللي هني،
ولكن قبل ما نخلي نفس الكود فشنو لازم نحط اف ونحدد هل الاليمنت اوريدي موجود ولا لا. فشنو نقول له؟ نقول له is member ونقول له asset dot dot list dot get. اوكي نخلي i هاي نسبة حق الاف. داخل الاف في حالة انه اشتغل الهاي الكود بيشتغل شو اسمه بنقول له يونايتد دوت اد element ونخلي داخله شنو؟ نخلي داخله نفس الكود اللي فوق. زين احنا ما نبغي يشتغل وقت اللي الشيء اوريدي موجود، نبغي بالعكس في حاله انه مو موجود. شلون نعكس؟ فقط نحط علامه تعجب في الاف فبينعكس. زين وخلينا نشوف هنا شنو عندنا. قوس زياده، شيل قوس زياده. هنا خلصنا الميثود، فبقى علينا اخر شيء نسوي لنا ريتيرن. ريتيرن حق شنو؟ حق الليسته اللي سويناها لها اللي هو يونايتد. اوكي علشان نقدر نشوف الليست فنحتاج شنو؟ ميثود تو سترينج. يكون عندنا تو سترينج عشان نقدر نشوف الكود. فخلنا نسوي تو سترينج سريع. تمام، فهاي الميثود بيخلينا نقدر نشوف الداتا. ننسك عشان ما يصير عندنا وايد كود. زين فالحين نروح المين ونشيك. لازم يكون عندي نفس الداتا اللي موجود في السؤال. اوكي بناخذ هالسطر كوبي. فهاي هي الداتا اللي عندي اياها سويتها. فباقي علي الحين شنو؟ اخلي الميثود في system.out بيطلع لي النتيجة بسبب شنو؟ عندي تو سترينج ميثود. تو سترينج يخليني اشوف النتيجة. فشنو بقول له؟ بقول له a.united وبعطي b. اوكي نشغل البرنامج ونشوف. ولكن قبل هاي خلينا نحط مع السترينج نقول هني يونايتد. شغل الميثود ونشوف. مثل ما شفنا طلع لي بالضبط نفس المتوقع اللي لازم يطلع. خلينا نشوف هنا 10 4 20 15 12 18 8 25 بالضبط نفس المتوقع. اوكي ومثل ما شفتوا الاي هنا شنو اعطاني الاليمنت. شوفوا هنا كل مره الاليمنت. اوكي فالاي اذا كتبتها بهالطريقه بيعطيني الاليمنت. فحاليا خلنا نشيل هالكود لانه ما يحتاج نشوف الاليمنت. زين وهاي الكود. فخلنا نروح حق اخر ميثود اللي هو intersection. فقال لي شنو؟ nested method intersection have a parameter asset of type set the method find the intersection of asset with this object. This object مثل ما قلنا اللي هو شنو؟ اللي هو بيكون الميثود اللي بسوي له كول اللي هاي هو. اوكي ف return the result as a object of set. بالضبط بيكون نفس الطريقة ولكن شنو اللي بيختلف؟ قال لي يبغي بس الأشياء المتشابهة.
intersection تقاطع عشر متشابه عشرة أوكي عشرة عندي هني عشرين أوكي عندي عشرين هني وعشرين هني خمستاعش عندي خمستاعش هني وعندي خمستاعش هني تمام فاختصارا نفس الطريقة عشر متشابهة بس عشر متشابهة كذي وعشرين وخمستاعش أوكي فشلون نقدر نسوي هالميثود اسهل طريقة عشان ما علينا سهل شنو بنسوي كوبي حق يونايتد ده تقريبا نفس الفكرة اطبعها هني اغير الاسم قبل ما اغير الاسم اخذ كومنت السؤال بحال احتاج شيء اقدر ارجع له واخذ هني ترساك واغير اسم الميثود زين واغير اسم الاري كل ما كان عندي اسم الاري اغيره اوكي فاروح حق اول element ما احتاجه ما احتاج اضيف في الاري احتاج فور لوب يشيك وهني شنو علامة التعجب فقط اشيلها وبس انتهى الميثود مالي فخلنا نجربه ممكن في شيء نسيناه او في غلط او شيء بنسوي كوبي بالضبط حق السيستم دوت اوت وبنستخدم نفس الليستة لانه بتكون نفس الارقام وهني بنغير الى انترسكت تمام بنشغل البرنامج بالضبط عطاني نفس المتوقع ليش لان احنا شيكنا الاشياء المتشابهة وضفناها في الليست فطبع لي الاشياء المتشابهة في الليست تمام فهي الفكرة حق الاسايمنت ونشوفكم مرة ثانية.